مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه جريتا. الفيلم بيبدأ ببنت بتشتغل ويترس في مطعم واسمها فرانسيس، ولما بتخلص شغلها بتركب المترو علشان تروح، وبتلاقي ان في واحدة نسيت شنطتها، فبتقرر تاخدها علشان تسلمها لمكتب المفقودات في المترو، لكن بتلاقيهم قفلوا، فبترجع بيها البيت وبنعرف انها عايشة مع صاحبتها إريكا. وبتقرر فرانسيس تدور على صاحبة الشنطة وترجعها لها، لكن إريكا بتلومها انها اخدت الشنطة، وبتفتحها بتلاقي فيها بطاقة شخصية لواحدة اسمها جريتا، وبتقول لها فرانسيس انها هتودي الشنطة للعنوان اللي موجود في البطاقة بكرة. فرانسيس وإريكا بيدخلوا السينما مع بعض، وبنعرف ان فرانسيس ما بتكلمش باباها من فترة طويلة، وتاني يوم بتروح لجريتا علشان تديها الشنطة، وجريتا بتبقى ممتنة ليها قوي، بتعزمها على فنجان قهوة في بيتها، وفضلت جريتا تسألها عن حياتها، لكن فرانسيس كانت إجابتها مختصرة جدا، وهم قاعدين بيسمعوا صوت خبط في الحيطة، فبتقوم جريتا تزعق للجيران وبتطلب منهم شوية هدوء. بتعتذر لفرانسيس وبتفهمها إن جيرانها بيعملوا تصليحات في الشقة، وبتشوف صورة لجوزها وبنتها، وبنعرف إن جوزها متوفي وبنتها مسافرة باريس علشان بتدرس. وبعدها بتقوم جريتا تعزف على البيانو، ولما بتخلص بتلاحظ فرانسيس صورة الكلب، وجريتا بتقول لها إنه مات، ومن ساعتها وهي مش عارفة تربي كلب غيره، وأخدت رقم فرانسيس علشان لو احتاجتها بما إنها ست كبيرة. وفي مرة فرانسيس وإريكا كانوا قاعدين مع بعض، بتيجي مكالمة لفرانسيس من جريتا، وبتطلب منها إنها تروح معاها يشتروا كلب جديد. فعلا بيروحوا وبتختار جريتا كلب، وبعدها بيتمشوا مع بعض شوية. بتسألها جريتا عن مامتها، فبتقول لها فرانسيس إنها ماتت من سنة، وإنها لسه مش قادرة تتخطى حزنها عليها. ولما بترجع جريتا البيت بتعمل سيرش على فرانسيس وبتتفرج على صورها، وبتبعت لها رسالة على الموبايل بتطلب منها إنهم يتقابلوا في الكنيسة، وبتبتدي جريتا تقرب منها. وبعدها بيتمشوا بيتكلموا عن بنتها نيكول وإنها ناجحة في حياتها، لكن بعدها عنها خلاها وحيدة. ولما بيوصلوا البيت جريتا وعدتها فرانسيس إنها هتفضل جنبها. تاني يوم صاحبتها إريكا بتطلب منها تروح حفلة معاها، لكنها بترفض وبتقول لها إنها وعدت جريتا تتعشى معاها. إريكا بتتضايق وبتكون حاسة إن في حاجة غلط، وبتقول لها أنت لسه عارفاها فبلاش تثقي فيها، لكن فرانسيس بتتجاهلها وبتمشي. وفعلا بتروح لها وبيطبخوا مع بعض، وبعد كده فرانسيس بتسألها على مكان الشمع، فبتقول لها في الدولاب بتاعها. ولما بتفتح الدولاب بتلاقي شنط كتيرة شبه الشنطة اللي لقيتها في المترو، وبتبقى كاتبة ورا كل شنطة اسم بنت ومن ضمنهم اسمها. فبتستنتج ان جريتا بتعمل كده بقصد علشان تستدرج البنت لحد بيتها وتخطفها. ولما بيقعدوا يتعشوا مع بعض فرانسيس بتقول لها انها تعبانة ولازم تروح. ولما بترجع البيت بتحكي لإريكا صاحبتها، وإريكا بتقول لها انها لازم تبعد عنها. وتاني يوم فرانسيس في وقت البريك بتلاقي جريتا اتصلت بيها 80 مرة، فبتتصل بإريكا علشان تحكي لها، وإريكا بتلومها انها ما سمعتش كلامها من البداية، لكن فجأة بيدخل المدير وبيقول لها ان في واحدة ست بتسأل عليها وبتبقى جريتا. اول ما بتقابلها بتتعصب عليها وبتقول لها انها شافت الشنط وفهمت لعبتها. جريتا بتبقى عاوزة توضح لها اللي شافته، لكن فرانسيس بترفض وبتقول لها ما تجيش هنا تاني وبتسيبها. وتاني يوم جريتا بتبعت لها ريكورد بتقول لها ان كان عندها حق، وانها فعلا بتستدرج البنات، لكن ده عشان تصاحبهم، لان من ساعة ما نيكول سابتها وهي لوحدها، لكن كلهم في النهاية بيسيبوها وبيمشوا. وفي وقت تاني جريتا بتبعت لها بوكي وردة على البيت ومعاه جواب اعتذار، بس برضو فرانسيس بترفض تستلمه. وأثناء ما كانت في الشغل بتقدم طلبات للزباين، بتتفاجئ بجريتا واقفة قدام المحل، فبتتخض وبتوقع المشروب على الزبون، وبتطلب لها الشرطة، لكن بيقول لها انه مش هيقدر يساعدها لأنها ما بتعملش حاجة غلط، وبينصحها إنها تتجاهلها وبس. ولما بتركب المترو عشان تروح برضو بتتفاجئ بيها هناك، فبتزعق لها وبتقول لها إنها اعتذرت وبلاش تعمل معاها كده، بس برضو فرانسيس بتنزل منه بسرعة. وأول ما بتوصل البيت بتلاقيها مستنياها هناك، وبتبتدي فرانسيس تتعصب عليها وبتقول لها تبطل تطاردها، لكن جريتا بتقول لها إنها ما بتحبش حد يسيبها ويمشي. بتبتدي تهددها وإنها هتدفع نتيجة أفعالها وبتمشي. بعدها فرانسيس وإريكا بيروحوا القسم وبيطلبوا إنهم يعملوا محضر بعدم تعرض جريتا لفرانسيس، لكن بيعرفوا إن الدعوة هتاخد شهر. وتاني يوم فرانسيس بتفتكر الكلب اللي اشتروه مع بعض، وبتحس إن ممكن يبقى في خطر عليه مع جريتا، فبتقرر تروح تخطف الكلب وترجعه تاني للمحل. لكن أول ما بتوصل بتلاقي جريتا خارجة من بيتها ومعها الكلب، وبتلاقي جوابات مرمية في الزبالة من بنتها نيكول وعليها رقمها، فبتاخدها فرانسيس وبتبعتها رسالة صوتية وبتطلب منها تكلمها في أقرب وقت. ولما بترجع البيت مش بتلاقي إريكا،
بتقلق عليها جدا، لكن إريكا بتكلمها وبتقول لها إنها سهرانة في بار. بعدها باباها بيتصل بيها وبيطلب منها ترجع تعيش معاه، وبنعرف إن باباها غني لكنها مصممة تعيش لوحدها عشان حابة تشتغل وتعتمد على نفسها. وأثناء ما هم بيتكلموا بتجيلها رسالة من جريتا، وبتكون مصورة إريكا وهي قاعدة في البار، فبتقفل مع باباها وبتكلم إريكا وبتطلب منها تمشي من البار بسرعة. وأثناء ما كانت إريكا ماشية كانت جريتا بتراقبها وبتبعت لفرانسيس صورها في كل تحركاتها، لكن إريكا ما بتبقاش شايفاها. ولما ركبت الأتوبيس جريتا صورتها، بس المرة دي شافتها وزعقت لها وسابتها ونزلت من الأتوبيس. وهي واقفة مستنية تاكسي عشان تروح، برضو بتلاقي جريتا واقفة وراها، فبتبتدي إريكا تفقد أعصابها وبتروح عشان تتخانق معاها، لكن فجأة بتلاقي تاكسي في وشها وبتكون فرانسيس جواه جاية تاخدها، بتركب معاها وبيروحوا. تاني يوم فرانسيس بيجيلها مكالمة من نيكول بنت جريتا وبتقول لها إنها عاوزة تقابلها ضروري. وبعد شوية لما بتروح بتتفاجئ إنها مش نيكول وإنها صاحبتها المقربة، وبتقول لها إن نيكول انتحرت من 4 سنين وإنها كانت مريضة نفسيا بسبب إن مامتها كانت بتحبسها وقت طويل في صندوق وهي صغيرة. بترجع الشغل وباباها بيتصل بيها وبيقول لها إن إريكا حكت له كل حاجة وقلقان عليها جدا، لكنها بتقوله إنها كبيرة وتعرف تتصرف معاها. وبعد كده بتدخل علشان تاخد طلبات الزباين، بتتفاجئ بوجود جريتا بتحاول تتجنبها، لكن جريتا بتبقى مصممة تتكلم معاها. وفجأة بتنفعل جريتا عليها وبتقوم تكسر الترابيزة وبتيجي الشرطة وبتاخدها. وتاني يوم بتكلم الشرطة وبتعرف انهم افرجوا عنها علشان ما سببتش اذى لاي حد، فبتقترح عليها إريكا انها تروح تعتذر لها وتقول لها انها هتسافر فترة علشان اعصابها تعبانة ومحتاجة تفكر في كل حاجة عملتها، وشوية وجريتا هتنساها وتروح لبنت تانية. وفعلا فرانسيس بتروح لها وبتعتذر لها على اللي عملته معاها، وان حزنها على مامتها هو السبب في كل اللي هي عملته، وانها هتسافر تاني يوم عشان تريح اعصابها. بتصدقها جريتا وبتودعها وبتمشي، وفرانسيس بترجع البيت وبتشرب قهوتها، لكن بعد شوية بتحس انها دايخة وبتقع على الارض، وجريتا بتدخل البيت وبتخطفها وبتقول لسواق التاكسي انها بنت اخوها وتعبانة. وبنكتشف ان جريتا كانت مدبرة لكل حاجة ودخلت البيت وهي مش موجودة وحطت لها مخدر في القهوة. بتاخدها لبيتها وبتحبسها في أوضة سرية ورا البيانو، وبتحطها في صندوق وبتاخد منها تليفونها وبتفتحه ببصمة صباعها. ولما فرانسيس بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في صندوق بتفضل تصرخ وبتبقى مش مصدقة اللي بيحصل لها، فبتجيلها جريتا وبتقول لها ان ده عقابها بسبب انها كذبت عليها، وبتخرج من الأوضة وبتقفل عليها الباب. بتحاول فرانسيس تفتح الشباك عشان تهرب لكن ما بتعرفش، وبتلاقي بطاقة البنت، فبتفهم ان الخبط اللي سمعته اول مرة جات لها ما كانش من الجيران، بس كانت بنت بتحاول تستغيث. وبتبدأ جريتا تفكر في خطة عشان ما حدش يسأل بيها على فرانسيس، وبتبعت لباباها صورة لفرانسيس وصاحبتها إريكا وهم خارجين وبيستمتعوا. وبعدها بتبعت صورة لإريكا وهي مع باباها وبتفهمها انها مبسوطة. وبعد فترة باباها بيروح لإريكا عشان يطمن على فرانسيس، وكل واحد فيهم بيبقى فاكر انها كانت مع التاني، فبيفهموا ان جريتا خطفتها. بيروح باباها يبلغ ان في واحدة اسمها جريتا خطفت بنته، وبيوريله المحقق الملف بتاعها. وبنعرف ان جريتا كانت ممرضة في مستشفى واتطردت منها بسبب سوء استخدامها للأدوية، وبتقرر جريتا انها تخرج فرانسيس من الأوضة، وكانت اوقات كتير بتديها مخدر عشان ما تحاولش تهرب. وفي وقت كانوا واقفين بيطبخوا مع بعض، وفجأة فرانسيس بتضرب جريتا وبتقطع لها صباعها وبيغمى عليها. بتحاول تهرب من البيت لكن للأسف بتلاقي كل الشبابيك والأبواب مقفولة. بتنزل للبدروم عشان تدور على أي مكان تهرب منه، لكن فجأة بتلاقي جثة بنت على الأرض. بتيجي جريتا وبتخدرها بقماشة وبتاخدها للأوضة اللي بتحبسها فيها مرة تانية. وتاني يوم المحقق بيروح بيت جريتا وبيبتدي يستكشف المكان، وبتيجي جريتا وبتشوفه وهو واقف على السطح وبتسأله بيعمل ايه، فبيقولها ان والد فرانسيس بيدور عليها وانها مختفية بقالها فترة، وبتقوله ان هي كمان بقالها فترة ما بتشوفهاش. وبعد كده بتعزمه على فنجان قهوة في بيتها. بتفوق فرانسيس من المخدر اللي واخداه وبتسمع صوت المحقق في البيت، فبتحاول تعمل اي صوت علشان يحس بيها، لكن جريتا بتشغل موسيقى بسرعة علشان المحقق ما يسمعش حاجة. وبعد كده بتقوله انها هتروح تأكل الكلب بتاعها، والمحقق بيلاحظ ان البيانو عمال يتحرك وفي صوت خبط، فبيروح وبيحركه وبيكتشف ان في باب سري وراه، وكان لسه بيحاول يفتح الباب لكن جريتا بتيجي بسرعة وبتحقنه بالمخدر. بيحاول يطلع المسدس ويضربها لكن للأسف بيكون أغمى عليه، وبتاخد جريتا المسدس وبتقتله.
وبترميه في البدروم. وتاني يوم جريتا بترجع تلعب لعبتها تاني، وفعلا بتلاقي بنت الشنطة وبتروح توديها لها، وبتعزمها جريتا على فنجان قهوة. وأثناء ما هما بيشربوا القهوة، فرانسيس كانت بتحاول تهز السرير، فجريتا بتقول لها إن الجيران بيجددوا وبتقوم عشان تزعق لهم، والبنت بتحط مخدر لجريتا في القهوة، وأثناء ما بتشربه بتدوخ وبتقع على الأرض، وبتتفاجئ إن البنت تبقى إيريكا صاحبة فرانسيس ومتنكرة. وبتبتدي إيريكا تدور على فرانسيس وبتسمع صوت خبط ورا البيانو، فبتلاقي باب سري وبتفتحه وبتنقذ فرانسيس. وفجأة بيسمعوا صوت خبط على البيانو وبيكتشفوا إن جريتا اختفت. بتخرج فرانسيس من الأوضة وهي خايفة، وساعتها بتظهر جريتا وبتحاول تخنقها، لكن بتكون مش في وعيها الكامل وبتقع تاني. إيريكا وفرانسيس بيشيلوها وبيحطوها في الصندوق اللي بتحبس فيه البنات وبيقفلوا عليها. وأخيرا بيقدروا يخرجوا من البيت وبيبلغوا البوليس. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.